اهلا يا حبيبتي. اهلا يا اتفضلي. فندم. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد انا بنتي متجوزه بقى لها سنه، قعدت شهر، قعدت شهر وجوزها غضبها، غير قانون الشقه وغير، وجينا رحنا نعاتبه، وجينا رحنا نعاتبه، قال احنا لقينا بنتكم مرض. رحتوا تعاتبوه لقيتوا ايه؟ ده بقى ايه الحل؟ بنتكم مرض اعزكم الله. يعني ايه ده؟ يعني مش بنت بنوت. احنا رحنا يعني ايه، جاب بنتي بعد الجواز بشهر. جاب بنتي بعد الجواز بشهر. فانا ما مسافر الصعيد 3 ايام. سليم. فالمهم ايه، بعد الجواز بشهر انا رحت اجيب غير لهدوء لها، لقيته مغير قانون الشقه. لقيته مغير قانون الشقه، فرحنا نعاتبه، قال احنا لقينا بنتكم مرض. يعني مش بنت بنوت يعني؟ مش بكر يعني. اوكي. بعد الجواز بشهر. اتاكدتوا عملوا قعد يعني ولا طب ايه اللي تم؟ ايه اللي تم؟ يعني وبعدين؟ وبعد شهر اكتشف؟ بعد الجواز بشهر. يعني بعد الجواز بشهر. يا فندم انا عايز اسال حاجه بس بعد اذن الاستاذ دعاء، انت حضرتكم رد فعلكم ايه؟ ورد فعل بنتكم كان ايه؟ رد فعل بنتي وانا معايا العرض بتاعها اللي انا جايبه. وانتوا عملتوا ايه؟ يعني ايه اللي تم فيما بعد؟ انا كده شاكيه دلوقتي. انتوا فيما بعد عملتوا ايه؟ اشتكيتوا؟ شاكيه بقى، اشتكينا. اشتكيتوا فين؟ اشتكينا عندنا. عندكم في المركز بتاع طوخ. اشتكيتوا ايه يعني؟ قلتوا ايه يعني؟ اشتكينا احنا عاوزين يعني عزلنا بقى. فانا رحنا عتبه بقى، خدوا عزلكم وادونا ايه وعزال بنتكم وخلوا عزالنا لنا. اهلها اهل جوزها. طب السؤال هنا يا فندم، انتوا حضراتكم ما سالتوهوش ليه سكت شهر؟ سكت شهر بقى، ما حدش بقى عارف يرد عليه خالص، ما حدش يقول له كده الكلام ده. محدش عارف يرد. قال لك احنا، قالت البت، قالت استر عليا. استر عليا؟ يعني بنتي قالت له استر عليا. وبنتك بتقول لك ايه؟ بنتي بتقول ما حصلش الكلام ده مني. ما حصلش الكلام ده مني. طيب انت ايه سؤالك؟ انا بقى سؤالي ايه يعني، ايه يعني ايه بقى ذنبه في الموضوع ده؟ طيب يعني مثلا يعني هي بقى لها سنه متجوزه؟ بقى لها سنه وغضبانه عندي بعد، قبل ما بعد شهر، بعد شهر من يعني الجواز، بعد شهر عند بابا، وهو عايز يطلق وخلاص، وهو عايز يطلق ويدينا عزالي انا وياخد الخشب هو، مش عايز يديها القايمه كامله والعفش كامل، يديها الحاجه اللي جابتها بس. ايوه، ولا يدينا حقوق. فهمت يا فندم. حاضر حاضر ماشي يا مدام. طب دلوقتي عايز اعرف الموضوع ده يعني. حاضر. طيب جمالات بقى بنتها دي اللي جمالات بقى، انا مش قصدي على السؤال ده، بلوى من بلاوي الزمن ومصيبه ومن علامات الساعه، لان انت دعاء هتستعجب لو انا قلت اصلا غلط، وانا زعلان جدا ان واحده ست تدخل تسال في الامور دي على الهواء بصراحه يعني. لان الامور دي تحتاج الى ستر اكيد يعني. انا مش عارف اتكلمت ازاي. ممكن تتواصل مع دار الافتاء المصريه، او تتواصل مع شيخ ثقه، او يحكموا الناس العرفيين في مجال ضيق جدا، لان من باب العيار اللي ما بيصيبش يا فندم بيدوش. بنتك احنا نبرئها ان شاء الله ونحسن الظن بها، لكن انا ليا بعض الاسئله وما سمعتش الطرف الثاني. ليه سكت شهر غير حضرتك؟ وليه انتوا قاعدين 11 شهر لحد دلوقتي؟ ما ده الكلام بيودي ويجيبوا، الكلام بيزيد. هو سابها بعد شهر. طب ايه اللي قعدكم 11 شهر؟ وانا بقول اهوت المكسب، الخساره القريبه ولا المكسب الايه؟ المكسب البعيد. البعيد خلاص، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وطالما الراجل يا فندم قال في الحق البنت دي كده، وانا ما سمعتش حد، واحنا نحسن الظن بيها، سواء هذا الامر واقع صدق ام كذب، خلاص يبقى كل واحد يروح لحاله، لان ده لا يؤتمن. طيب تعرف هو حتى يا فندم في حاله دوله كده يطلع من غير ما يقول يا فندم يستر الرجل الصح. طب هو بقى المفروض حقوقها ايه في الحاله دي؟ سواء كده او كده، لو كذبا، لو الرجل صادق تاخد حاجتها فقط لغير. لو الرجل كاذب هي ترفع بقى قضيه ويدخل بقى طب شرعي وموضوع، وتاخد حقها كامل مكمل، المهر كامل والقايمه كامله، لان هو كده الضرر واقع عليها هي. بس انما لو هي اللي فيها مشكله، لا يبقى الامر في امر اخر يعني. انما يبقى في كده غش وخداع في، لان لما باجي اتجوز بنت بنوت بحط ايدي في ايد باباها او ولي امرها، وزوجتك الموكلتي البكر الرشيد. بص الشهاده. فلو هي مش بكر يبقى خدعني، يبقى غشني، يبقى ضحك عليا. وصل يا فندم؟ بس طيب يعني حضرتك رايك انه الموضوع يتم في نطاق طبعاً الستر؟ طبعا في نطاق ضيق جدا. ولو ده كان راجل دارس يعني مش عايز اقول حاجه اقصى من كده، كان غطى، بقوله زي ما بيقولوا كفى على الخبر مجور، ويا بنت انت في حالك وانا في حالي ومحدش يعرف، وخلاص عفى الله عما ايه؟ عما سلب، بلاش فضايح. بس أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. عندنا فاصل قصير ونعود.